في ديفي انا خرجت انا وطلوس في ديفي اسمه وينك وقت بردك اللي ندقوا على الدار ونقول لهم رانا احنا بردانين مستحقين خطا مستحقين لبسه رانا بردانين مجموش نعديو الليله هكايا اما نبجه ربي يعاونونا. وقتها كان الطقس بارد برشا 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 دونك انا وطلوس ما نجمناش لابسين ما نجمناش نتحملوا الطقس هذاك بنحكيوا مع بعضنا قلنا كوديغ الناس اللي عايشين في جبولات واللي الطقس نتاعهم اصعب من الطقس نتاعنا نحنا. اي وقتها سليم الى ديكلاري في لونتين اللي معناتها التبرعات الكل باش تكون فائده الاخيين اللي ناقصين عن طريق الهلال الاحمر. الكرواسون روج هما ادرى بالناس المحتاجين وهما عندهم خبره كبيره في لي كونفوا وفي القافلات نتاع المساعدات ونحن خممنا ان نكونوا استباقيين قبل ما تشتد الموجات نتاع البرد. انتم اكثر ناس نجموا تحكيوا على التطوع ولا خلينا نقول الحس التطوعي هذا اللي قاعدين اون لو رمارك معناتها في التوانسه معناتها قاعد يكبر وقاعد الناس تحس اكثر بمسؤوليه. ساعات يحضروا بحذايا من الهلال الاحمر فرح حمام سوسه شيما قريجم سامر عاشور ودعاء. كل عام عندنا دي كونفوال كل ما يقل باش لازم معناتها مشينا عندهم مشينا الغادي ما قبل مشينا كيف مشينا البشا بلايص. كل عام العباد ما يقصوش الحمد لله معناتها يعطيونا البش يعطيونا يعانات واحنا نوصلهم الكل. اهم حاجه هي الاخت يا خاطر البش راهو ما نتصورش انه باش يكون مشكل نتصورها ما عندهم البش اما الاخت معناها عندنا احنا يتسمى عندنا شويه نقص تو مازلنا قاعدين نلموا عندنا الماكله زاد بدينا باش نلموها ان شاء الله باش تكون عندنا حمله زاد قريبه كيف ما كل عام نورمال. ما الشعب التونسي كما ديما معناتها يبهرنا معناها ما يخليوهش بينا جمله معناتها وقت يقاو عبد محتاج بالرسمي يعاونوا معناها يسخفوا معناتها ما يكونوش انانيين معناتها يخموا في العباد الاخرين شنو تنجم تستحق معناتها ما يخممش في روحه كهو معناتها يخمم اللي العباد هذيك تنجم تستحق ماكله تستحق خطا ويعطي معناتها ساعات يبهرك اصلا تلمو يبدا جينيرو معناها. نصيب الحب فرح الناس يا ويل المبيح يا ويل المبيح. الحب